ننتقل للاستاذ جان عزيز ونحاول نستفيد، لانه وضع الانترنت عم بيتعرض لسوق الانترنت، يعني عم بخلينا نفقد احيانا الاتصال. استاذ جان مساء الخير عن جديد، بدي منك بقراءه شامله ومختصره التوقيت المضمون التداعيات على لبنان، تفضل. مساء الخير مجددا لك وللمشاهدين. أول شيء خلينا نقول أنه اللي حصل اليوم هو نتيجة طبيعية للاحتلال، وكل احتلال نتيجته مقاومة، وكل ما الاحتلال كان أقسى وهمجي كل ما المقاومة بتكون أقوى ويمكن أعنف. هلأ ما بدي أحكي عن النتائج على المستوى اللبناني، يمكن بكرة بنحكي عن هذا الموضوع، بس خلينا نقول هناك ثلاث تداعيات لما حصل اليوم. أولا على مستوى الصراع داخل فلسطين، اثنين على المستوى العربي، وثلاثة على المستوى الدولي تحديدا من باب العلاقة الأمريكية الإسرائيلية. خليني بداية نقول على المستوى الفلسطيني، أعتقد أن 7 تشرين الأول 2023 هو يوم انكسر فيه شيء في الكيان، وهذا الشيء الذي انكسر لا يمكن ترميمه إطلاقا، ما ممكن بقى يترمم ما حصل اليوم داخل الكيان. لذلك تكون عم باختصر، يمكن اليوم بيشبه هذا اليوم من 50 سنة، والدخول يمكن على غلاف غزة كان تقريبا مثل عبور قناة السويس أو مثل سقوط خط برلاف. من بعد هذا اليوم وانطلاق منه لا يمكن ترميم ما انكسر في الكيان، نحن قدام خيارين لا ثالث لهما، إما هزيمة كبرى في الداخل الفلسطيني، وإما الذهاب إلى تسوية أو حل شامل إذا توفرت ظروف ومقتضيات هذا الأمر. نعم. هلأ ما الذي يرجح أي خيار من هاتنين؟ أكيد الظروف المواكبة، إدارة المعنيين للحرب المفتوحة، والمدى الزمني يلي ممكن تاخذوا هذه التطورات. لكن أنا برجع بقول أنه على المستوى الفلسطيني في 27 انكسر شيء في الكيان لن يرمم إطلاقا. نعم نعم. بالنسبة للمستوى العربي هي. تفضل 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 جورج. ايه بالنسبة للتداعيات على لبنان، طبعا نحن بكرة رح نتوسع أكثر بالموضوع بحلقتنا المعتادة نهار الأحد. بالنسبة للتداعيات على لبنان ماذا تقول؟ خلينا نقول إنه في بعض النقاط الأولية، وبرجع بقول لك يعني بكرة ممكن نوسع. البيان اللي أصدره حزب الله حول العملية كان خليني أوصفه بالدقيق والحكيم حتى الآن. قال أنه أكيد عم بيبارك بما حصل، طبيعي أنه عم بيدعم وعم بيناصر، وقال أنه عم بيواكب عن كسب التطورات، وبالتالي هذا موقف حتى هذه اللحظة يمكن وصفه بالدقيق والعاقل. أكثر من هيك لا يمكن الحديث الآن عن أي تطورات، خاصة أنه ما بدي أحكي ميدانيا، أنا عم بحكي بالنتائج السياسية. بالنتائج السياسية في نتيجة أولى بعتقد يمكن تسجيلها في لبنان، ما كان قد فتح بموضوع الحدود البرية أقفل بكل المدى المنظور، خاصة أنه هذا الموضوع كان في فتوحات جدية فيه، وبينت بكلام أمين عام حزب الله الأخير لما قال أنه في وساطة آتي وأعطى الضوء الأخضر للسلطة للبدء فيه. بعتقد أقفل هذا الموضوع نهائيا. أما بموضوع الاستحقاقات اللبنانية الداخلية، ممكن التطور اللي عم بيصير اليوم بالداخل الفلسطيني يؤدي إلى ثغرة بهذا الانسداد اللبناني، ويمكن هذا الأمر لازم يبين خلال أسابيع قليلة، وإلا منكون رحنا على استدامة الأزمة اللبنانية إلى شكل بشكل طويل جدا. شكرا لك استاذ جان عزيز.